عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم عنها، ولكن الأهم والأبرز هو الحديث عن الاستعدادات الأخيرة للزمالك لمواجهة بيراميدز في المباراة الأولى بكأس السوبر المصري، والفائز منها بالتأكيد سيواجه الفائز من مواجهة سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي. لو هنتكلم على استعدادات الفريق فالزمالك أنا بقول لحضراتكم على أتم الاستعداد الفني والبدني والنفسي لهذه البطولة. الاستعداد النفسي هنا ليه حيز كبير من حسابات الجهاز الفني بل واللاعبين اللي على فكرة عارفين قدر المسؤولية اللي عليهم، واحنا هنا كقناة الزمالك وانا شخصيا لو قريب من اللعيبة او جزء منهم بطبيعة شغلنا فانا بنقل لحضرتكم الصورة وبنقل لحضرتكم الوضع جوه الجهاز الفني والاداري واللعيبه جوه اوضه اللبس بتاعت نادي الزمالك، فكل اللي بيحصل على السوشيال ميديا واكبر قلعه رياضيه في مصر وده يرد وده ما يردش والموضوع اللي هنتكلم عليه ده على جنب. واحد يجي يقول لي يا كابتن مينا الزمالك لعب 3 وديات النتائج مش احسن حاجه اخرتهم الخساره امام زد اف سي، وانا بقول لحضرتك يا عزيزي لانه الهدف من هذه المباريات الوديه ليس الفوز وليس الاداء الجيد وليس ان احنا نعمل كامباك ونكسب، ده مش مقياس تماما لبطولة السوبر. مبدئيا بيتم راحة عدد من اللاعبين، عندك لعيبة في منتخبنا الوطني، كوتش جوزيه جوميز بيدي الأولوية والأفضلية للعيبة اللي هو عايز يشوفهم ويشوف هيقدر يستغلهم ازاي الفترة الجاية. عايز اقول لكم يا جماعة احنا ما كانش عندنا بري سيزن او ما كانش عندنا فترة اعداد محترمة اللي هي نطلع نلعب معسكر خارجي وبعد كده نلعب وديات مع فرق من بره ونقعد شهر ونص نعمل حاجة اسمها بري سيزن اللي بيجي بعد الراحة او التوقف الدولي ده اللي في العالم كله. فلعيبة الزمالك مستعدة؟ اه مستعدة. لعيبة الزمالك مركزة؟ لا يقل التركيز عن المباراة الأخيرة وهي مباراة سوبر إفريقيا اللي فاز بيها نادي الزمالك ببطولة سوبر القرن من وجهة نظري ووجهة نظر كل الناس الحقيقة.